على الثقافة بتاعتها أول حاجة كمسلمة، ومع عقيدتها ومع الغدر يعني. ولكن أفتكر هي منطقية، هي طالما أنها خشت وكان الدرب ممشي ورد يعني، خشت على ذنب الزوج قبلها يعني، بالضرورة كمان ترضى بأنه الزوج بعدها. صحيح. أي فأفتكر يعني بيجسد يعني الحالة. لكن نعم. أنا يعني إذا كان الأمر غير ذلك يعني، إذا كان هي ما يعني كانت المرة الأولى ربما الوضع يختلف، لكن طبعا لنا موضوعنا أنه عن الزوجة الثانية يعني. فهي زي ما جات ودخلت في سلسلة، في شيء قدامه وفي شيء وراها يعني. هي استاذ نوها بتمثل نوع من النساء اللي هم اصلا ما عندهم مشكله مع الفكره عموما. يعني في نوع اخر بتقابل الرجل اللي بيخليها تغير الفكره، يعني بيقنعها بانها تغير الفكره. وفي نوع الظروف هسه اللي هو الفكره اللي بنناقشها هسه والموجوده الظاهره في المجتمع، انه الظروف الاقتصاديه والحراك الثقافي في المجتمع والظروف الماديه ايضا بتخليها تشوف انه ده الخيار المناسب. يعني بتختلف نظره كل مراه من الثانيه للفكره، يعني نعم ما كل لكن احنا في حاجه عاوزين من خلال كلام نهى وكده نناقشها، انه دي نهى مثال لزوجه تانية. هي قالت انا رجعت زوجي لزوجي لزوجته الاول، القديمة. نعم نعم يعني نعم ادتنا صوره مغايره للنمطي والسائد عن الزوجه نعم الثانيه، نعم انه هي دايما بتكون بتجي بتكسر الكل الحاجه الكليه، بتشتت الحاجه الموجوده اصلا ما بتلم. يعني دي صوره مغايره. اي، ولكن دي بتخلينا برضو نخش في حتة مسألة الفطرة يعني من كلام نهى يبدو لك على انه الزوجة الثانية ما متعرضة مع الفطرة يعني، لا بالنسبة للرجل، ولا بالنسبة للرجل ما موضوع مسألة، نعم. لكن حتى بالنسبة للمرأة برضه ما هي يا دكتور الزوجة الثانية لما تلام في المجتمع بتلام على سلوك العاطفي، سلوكها يعني اللي هو بيتعلق بالغيرة، الغيرة اللي هي فطرة المرأة انها افترض ان يكون عندها شريكة. والغير ده طبعا ما اثابت ما تكون موجودة، نعم وبدليل ان هي قالت انها يعني انها بتغير موجودة، يعني لما لكن ما هي الغيره اللي بتدفع لانها تكون فيها بعض، بيقولوا فيها بعض الانانيه، بتشوف نفسها يعني في موقع بتاع التفضيل بما ان هي جات يعني في راس واحده زي ما بقولوا. نعم لكن هي يعني لما شفنا الصوره دي يمكن كسرت لنا شويه القالب التقليدي. بالضبط كده، او القناعات المتفشية وسط الناس يعني. فانا افتكر يعني دي صورة، لكن محتاج نشوف صورة